بنرحب بالسيد النقيب العام ورئيس اتحاد محامين العرب في الأليوبية شمال الأليوبية، وطبعا كلنا واحد لان المحامين على الشيوع ملاك لكل املاك النقابه، وواحد المحامين واحد، هي اكبر اسره في جمهوريه مصر العربيه هي اسره المحامين. اللقاءات التي عقدها السيد النقيب بصفه دوريه سواء في النقابات الفرعيه او اي مؤتمر بيعقده السيد النقيب من باب التواصل مع الساده المحامين لعرض ما تم في النقابه من اتخاذ اجراءات سواء في التنقيه او في ضوابط القيد الجديده او في شان اكاديميه المحاماه او في عرض الميزانيه، ونوع من انواع التواصل. وده داء بالنقيب العام في كل مرحله من المراحل او كل سنه على الاقل بيعقد مؤتمرات يعرض فيها ما قال الى النقابه وما قامت به النقابه، ويسمع وجهات نظر الساده المحامين اعضاء الجمعيه العموميه اصحاب الحق الاصيل في ان يعرض عليهم ما تم اتخاذه من اجراءات وما تم من نجاحات، وحتى لو كان هناك خلل في بعض الاشياء يوضح اسباب الخلل لمعالجتها، وصولا لا نقول الى حد الكمال لان الكمال لله وحده، وصولا الى اداء مرضي لاعضاء الجمعيه العموميه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. ونتمنى التوفيق لنقابه المحامين برجالها.